هلا عندنا بنطلع على الديفرنشال بريشر. انا رسمتها بشكل مبسط طبعا مش هيك، هي بيكون في انواع محدده منهم، بس انا رسمت بشكل مبسط ناخذ وعلى طريقه برنولي. راح مبدا حفظ الطاقه، طاقه الديبريشر اللي موجوده بالسيستم هي بي في، وهي على فكره اذا بتضربوها البريشر، البريشر ايش وحدته؟ باسكالز او نيوتن بير سكوير متر، مش هيك؟ والفوليوم متر كيوبيك متر، فبتصير هذه نيوتن بير سكوير متر مضروبه في كيوبيك متر، فكيوبيك متر فبتصير عندي هاي نيوتن متر اللي هي جول. اذا بديش احكيها نيوتن متر احسن ما تفكروا انها تورك، هي نيوتن في متر فبتعطيني جول، والجول هي وحده طاقه انرجي. اذا عندي هون في عندي بريشر، وفي عندي كمان هاف ام في سكوير اللي هي كينيتيك انرجي، وفي عندي كمان ام جي اتش اللي هي بوتنشال انرجي. فاحنا اذا بنكتب المعادله العامه بنقول انه بي 1 راح اعتبر البريشر هون هي بي 1 وهذا بي 2، في عندي رو 1 ورو 2. رو 2 هلا راح افترض انه هذا الليكويد انكمبرسبل. انكمبرسبل ايش يعني؟ لا يمكن ضغطه. اذا رو 1 راح تضلها مساويه لرو 2. اوكي ماشي، واضح هاي النقطه هاي نقطه، بس اذا تغير هون البريشر راح يكون البريشر هون اقل من البريشر هون، والسبيد هون اقل من البريشر هون، راح يكون سبيد راح تكون اقل فسبيد هون راح تكون اعلى، البريشر راح يكون اعلى فالبريشر هون راح يكون اقل. اوكي اذا راح يصير عندنا تغير، اذا رو 1 راح نعتبره نفس رو 2. اذا لما نيجي نكتب الان سم اوف انرجي ات 1 بده يساوي سم اوف انرجي ات 2، فبصير عندي هلا بي 1 في في، راح افترض انه في الفوليوم ما تغير، الفوليوم اللي كان هون اللي عمل فلو هو نفس الفوليوم اللي عمل فلو، هو طبعا سرعته اعلى هون من هون بس هي نفس الفوليوم. ف بي 1 في في زائد هاف، هلا هون راح نسمي هذا هون ام في 1 سكوير زائد ام في جي في اتش، هلا ام جي اتش من الجهتين ما راح يختلف، فراح احط انا ام جي اتش وام جي اتش واشطب لانه ما فيش عندي، ما في هذا ما ارتفع هيك، هلا لو انه واقف وقوف راح يكون في اختلاف كمان في ام جي اتش، وبدنا ناخذه بعين الاعتبار. بده يساوي بي 2 في في زائد هاف ام في 2 سكوير اللي هي السرعه من هون، فصرت عندي هلا المعادلتين هدول. هلا ام بدها تساوي في في رو، بس احنا قلنا رو نفسها هي رو 1 ورو 2 نفسها، مش هيك؟ اذا محل ام ايش بقدر احط؟ بدي احط عندي بي 1 في في زائد هاف، محل ام راح احط كابيتال في في رو في في 1 سكوير يساوي عندي هون بي 2 في في زائد هاف كابيتال في رو في في 2 سكوير. عندي في وفي 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 اللي هو الفوليوم، فبقدر اتخلص من في هون، فبتصير عندي المعادله هي بي 1 زائد هاف رو في 1 سكوير تساوي بي 2 زائد هاف رو في 2 سكوير. هلا اذا بنقل بي، هلا بي 1 راح تكون اعلى من بي 2، فراح احط بي 1 هون، فبصير عندي بي 1 ماينس بي 2، هذه بتهمني هي الفرق في البريشر من هون، الفرق بين البريشر هون والبريشر هون، بده يساوي هاف رو، وبعدين عندي بداخل هاي راح تكون كانت بي 1 ماينس بي 2، فراح تصير في 2 سكوير ماينس في 1 سكوير. هاي المعادلة مهمة من هون، خلينا نحاول نتخلص من في 1، أنا بدي أحاول أحسب يا في 1 يا في 2. إذا حسبت في 2 كيف بطلع الفلو؟ أريا بضرب في 2 في الأير 2، أو إذا حسبت في 1 كيف بطلع الفلو؟ بضرب في 1 في A1. في 1 في A1، إذا رح نعمله الآن رح نقول إنه في 1 في A1 تساوي في 2 في A2، مضبوط؟ كونزرفيشن. فبصير عندي مثلا ممكن اقول الان اذا بدي اتخلص انا من في 1 بقدر اقول انه في 1 بتساوي في 2 في A2 على A1، رح نستعمل هاي نتخلص منها هون، فبصير عندي الان في 1 ماينس بي 2 بتساوي هاف رو، هلا محل في 2 رح اعوض، محل في 1 رح اعوض في 2 في A2 على A1، فبصير عندي هون هلا في 2 سكوير ماينس بي 2 سكوير في A2 على A1 سكوير. الآن بطلع في 2 سكوير برا، بصير عندي P1 ماينس P2 يساوي رو على 2 في V2 سكوير 1 ماينس A2 على A1 سكوير. أوكي مضبوط واضح؟
الان هلا بامكاني انا بدي اطلع في 2 احسبها من بي 1 وبي 2 لانه راح اقيسه هو الفرق بالبريشر. الفرق ما بهمني ما بهمني نفسه فبهمني الفرق بين بي 1 وبي 2 ولذلك تتذكروا ممكن احط انا مانوميتر هون زئبق وراح يكون مين البريشر تبعه على هذا البريشر تبعه راح يكون اقل راح يكون هذا والفرق بالهذا هو الفرق هو بي 1 ماينس بي 2 1 ماينس بي 2 طيب اذا عندي هلا هون راح احط في 2 على جهه بصير عندي في 2 هلا بتساوي بي 1 ماينس بي 2 تحت الجذر التربيعي هاي بتهمني وبعدين عندي مضروبه في عندي رو على 2 كمان تحت الجذر التربيعي مظبوط في 2 بتساوي معكوس مش هيك لازم تكون 2 على رو على رو او نحطها واحد على نحطها كلها هون واحد على فبصير عندي على الجذر التربيعي لرو على 2 في 1 ماينس a2 على a1 اذا هذول كلهم اشياء معروفه بقيس p1 وp2 بقيس رو معروف الليكويد اللي عندي وافترضت انه كومبرسبل وعندي A2 و A1 من هون فبطل طلع V2 بعدين بصير عندي الفلو Q بيساوي V2 في A2 فبصير عندي الفلو من هون Q بيساوي هذا كله V2 بضربه في A2 من هون بعطيني الفلو في طبعا تعديلات بتصير على اساس انه في عندي هون الافكتيف اريا مش الاريا كلها جزء منها وتعديلات اخرى انا حاطها في هاي ما بتهمناش كثير هذه تقريبا representative لطريقة الهاي إذن اللي بهمني لها نقيسه هو رو 1 بي 1 ماينس بي 2 ومنه بستنتج الفلو تبع هذا الديفرنشال بريشر فلو ميتر وبعدين بقدر أعمل له كاليبريشن حسب الـ variables اللي موجودة هون. أوكي ماشي؟